سكشن اساسي وسكشن النص في الايه؟ الاربطه صح؟ حد عنده في مشكله فيها؟ هل في مشكله؟ حد عنده مشكله في سكشن النص او سكشن الاساسي؟ تمام؟ الرسومات دي بتبقى اكيد مطلوبه في الميد ترم، الفاينل برضه نفس الكلام، كويز هتلاقيها برضه. الحاجات دي مهمه اللي هي الرسومات بتاعت الاربطه. تمام؟ حيطه بقى طوبه ونص طوبه وكلام من ده، ولحد ما لغايه دلوقتي انت خدت طوبه مع طوبه، رسمت طوبه مع طوبه. فيما بعد هتبقى برضه في رسومات مطلوبه منكم اللي هي طوبه مع نص طوبه. فاللي مش فاهم ديت لازم يركز فيها من دلوقتي عشان فيما بعد الحاجه هتبقى ايه؟ بالنسبه له اصعب شويه. ماشي؟ طيب النهارده هنتكلم عليها، هنتكلم على الارشف او العقود. اتكلمت عليها في المحاضره؟ اتكلمت على الارشف في المحاضره؟ ها؟ كان ايه؟ لا لا، الارشف اللي هي الارشاد ديت بعد المباني، شرح جزء صغير بس لسه هكمل المحاضره الاسبوع ده ان شاء الله. طيب طيب احنا كده يا باشمهندسين، مش عايز صوت بعد اذنكم، مش عايز صوت. احنا كده هنبتدي ان احنا نتكلم على العقود او الارشز، ودي انتوا لسه اول مره تسمعوها، فالناس تبقى مركزه عشان ما يبقاش في مشكله. تمام؟ طيب يعني ايه ارش اساسا؟ او شكله عامل ازاي؟ حاجه يبقى فيه كيرف كده صح؟ ده الارش. طب ليه بنلجا لحاجه زي كده؟ او في العموم كنا بنشوفها فين؟ بتلاحظوها فين؟ هل دلوقتي بتشوفوها كتير؟ لا. تمام؟ امال بنشوفها في ايه طيب؟ الاماكن الاثريه صح؟ هتلاقي مثلا لو في سور مجرى العيون هتلاقي كل الفتحات متغطيه بايه؟ بارشاد، كل الفتحات عليها ارشاد. طب ليه الكلام ده؟ اولا الارشاد دي مبنيه بايه؟ خرسانه ولا ايه اللي مبنيه بيه؟ طوب صح كده؟ طيب ليه بقى كانوا بيلجاوا الارشاد؟ ليه ما كانوش بيعملوها مستقيمه؟ ها؟ عشان ايه؟ بتشيل احمال اكبر. لا الاسبان كبير، ماشي ممكن. ها؟ التهويه؟ لا مش شرط. طيب اول حاجه لو كان عندي العنصر مستقيم بالمنظر ده وعليه احمال، ايه اللي بيحصل فيه؟ بيبند كده لتحت صح؟ بيحصل له عليه بندنج. لو العنصر بتاعك مستقيم وعليه احمال، ايه اللي بيحصل؟ ها؟ ايه اللي بيحصل في العنصر بتاعك لو انت حملت عليه بالمنظر ده؟ بيحصل فيه انحناء صح؟ نتيجه الاحمال اللي موجوده. طب الانحناء ده بيبقى فيه ايه؟ او الاستريسز اللي موجوده بيبقى ايه؟ ها؟ تنشن وكمبريشن. الاستريسز اللي جوه العنصر تنشن وكمبريشن صح كده؟ طب احنا بنتكلمنا احنا بنبني بايه؟ يا اما خرسانه يا اما طوب. واحنا قلنا في الحاجات الاثريه القديمه ما كانش لسه الخرسانه معروفه، الخرسانه لسه معروفه بقى لها ايه؟ حوالي 100 110 سنه. طب كانوا بيبنوا بطوب، سواء طوب او خرسانه، الحاجات ديت ماده قاسيه ولا ماده مطيله؟ ماده بريتل صح كده؟ يعني ايه ماده بريتل؟ يعني ما تستحملش تنشن. وانا بالتالي لو انا كده العنصر بتاعي مستقيم وعليه احمال يبقى فيه تنشن وكمبريشن، وبالتالي هو مش هيقدر يستحمل الاحمال ديت الا لو كان شورت سبان. تمام؟ لو كان السبان بتاعه صغير جدا. طب انت بتشوف سور مجرى العيون مثلا ايه؟ اكتر من 2 متر 3 متر ولا ايا كان، طب عليه احمال كبيره، وبالتالي هو مش هيقدر يستحمل الاحمال ديت، فكانوا بيلجاوا لايه؟ للارشاط. طب ايه بقى ميزه الارشاط عن الحاجه المستقيمه؟ متخيل كده القرش، القرش لو هو مستقيم كده او هو القرش بالمنظر ده وعليه احمال بيبقى عايز يعمل ايه؟ بيبقى عايز يفتح صح؟ طب ايه اللي بيمنعه ان هو يفتح؟ اكيد في سبورتات تحت، في هنجات موجوده تحت، الهنج ده فيه رياكشن راسي ورياكشن ايه؟ افقي. انت في الحاجه المستقيمه كان الرياكشنات بتاعتك ايه؟ راسيه، وممكن يكون عندك رياكشن افقي صح؟ عشان كده بيكون عندك بيندنج مومنت صح كده؟ نتيجه الايه؟ الرياكشن الراسي اللي موجوده عندك. طب انت في حاله القرش بقى احنا قلنا ايه؟ برضه ستيل بيكون عندك رياكشن راسي ورياكشن افقي، بس لما تيجي تحسب البندنج بتحسبه في نفس المستوى بتاع الرياكشن الافقي ولا بتحسبه عند قطاعات مختلفه من العنصر بتاعك؟ قطاعات مختلفه. طب ما انت تيجي تحسب المومنت هنا بيخش معاك ايه؟ الرياكشن الراسي اللي كان بيخش معاك الاول ودخل معاك الرياكشن الافقي في نفس الاتجاه ولا عكس الاتجاه؟ في عكس الاتجاه، وبالتالي بيقلل لك المومنت اللي عندك. تمام؟ طب انا لسه ستيل كانوا نفس الاحمال، انا حامل ب 2 طن على المتر على المتر مسطح تمام، او 2 طن على المتر سواء هنا او كان في العقد المستقيم، نفس الاحمال هنا البندنج قل، وبالتالي الاستريسز ديت هتتلاشى ولا هتبقى موجوده؟ فاهمين السؤال؟ انا كنت محمل ب 2 طن على المتر، كان عندي تحميل 2 طن لكل متر سواء كان العقد بتاعي او الحاجه بتاعتي مستقيمه او فيها قرش. طيب ال 2 طن على المتر دلوقتي البندنج بتاعها او الاستريسز البندنج بتاعتها قلت، يبقى بالتالي الاستريسز الثانيه هتزيد صح؟ انهي بقى الاستريسز اللي هتزيد هنا؟ المحصله بتاعت الاثنين دول. انا برضو ستيل عندي هنا رياكشن ورياكشن، الرياكشن ده قل شويه عن قيمه الرياكشن اللي تحت،
بس ستيل الرياكشن الوقفي هو هو، المحصله بتاعتهم ايه؟ كومبريشن. وبالتالي دلوقتي بقى عندي على العنصر بتاعي بندنج قليل وكومبريشن هو اللي موجود اكتر، وانا بالنسبه لي الطوب او الخرسانه يقدروا يستحملوا الايه؟ الكومبريشن ده. وبالتالي عشان كده كانوا بيستخدموا الارشات. طبعا هم كان غالبا ما كانوش فاهمين الحوار بتاعت الرياكشنات وكلام من ده، بس الى حد ما الانسان بيتطبع بالحاجه اللي هو بيشتغل بيها. تمام؟ الكلام اللي انا قلته ده انتوا مش مطالبين بيه نهائي، بس عشان يبقى فاهم بس احنا ليه بناخد الارشات او ليه هم كانوا بيستخدموا زمان الارشات. طب الارشات دلوقتي مش بنستخدمها نهائي؟ لا بنستخدمها. انتوا كشكل الارش احسن ولا يكون البتاع بتاعك مستقيم؟ لا، الارش بيديلك شكل جمالي افضل. تمام؟ طيب زي ما اتكلمنا ان انت يكون عندك الارش لازم رياكشن راسي ولازم رياكشن ايه؟ افقي. ليه؟ عشان انت بالارش بالنسبه له لازم عايز لو هو عليه احمال لازم عايز ايه؟ يفتح. اللي بيمنعه اللي هو الرياكشن الافقي. يمنعه ان هو يفتح هو الرياكشن الافقي. فانت لازم يكون عندك السبورتات يا اما هنج يا اما هنج. ساعتها ده هيبقى استاتيكالي انديترمنت، انت مش هتقدر تحدد الرياكشنات كلها. او يكون هنا رولر وهنا هنج. برضه هيكون لسه ستيبل. تمام؟ طب ينفع رولر مع رولر بس؟ لا. ليه؟ لان الاتجاه الافقي بتاعه كده مسموح فيه الحركه، وبالتالي كده هيبقى ان ستيبل. تمام؟ فبنعمل ايه؟ لو انت عايز تستخدم رولر مع رولر بتعمل حاجه اسمها تاي. التاي ده بيشيل عنصر بيشيل احمال في اتجاهه فقط، بس احمال شد مش احمال ضغط. كانه زي العمود بس ده بيشيل احمال شد. تمام كده؟ حد عنده مشكله؟ طيب. تاني حاجة بقى نتكلم عليها وده اللي هنبتدي نهتم بيه او ده بداية السكشن الاساسي بتاعنا. ايه هو؟ نعرف مكونات العقد بتاعنا. تمام؟ احنا اول حاجة احنا قلنا العقد بيتكون من ايه؟ احنا هنشتغل على طوب عشان نعمله من خرسانة. فانت عندك مجموعة من الطوب. فده كده بداية السكشن بتاعنا وبداية المعلومات اللي احنا لازم نبقى عارفينها. اول حاجة احنا قلنا ان احنا العقد بتاعنا هيتكون من مجموعة من الطوب. تمام؟ الطوب ده اي طوبة فيها بنسميها ايه؟ فانجا. اي طوبه داخل العقد بتاعي بنسميه ايه؟ صنجه. اول طوبه ديت بنسميها الخصر. الخصر اللي هو الايه؟ بالعربي الوسط. تمام؟ يبقى اول طوبه بنسميها الخصر، وبعد كده اي طوبه بنسميها الايه؟ الصنجه. عندنا بيبقى في حاجه اسمها رجل العقد، ده السبورت اللي هو بتعمل عليه الارش بتاعك. يبقى انت السبورت بتاعك بنسميه ايه؟ رجل العقد. تمام؟ انا بالنسبه لي العقد دي تقيله. فانا بعد كده هقول رجل القرش يبقى انتوا فاهمين، بس مش عربي مع انجليزي، بس العقد دي بحسها تقيل. يبقى ده بنسميه ايه؟ رجل القرش. من الرجل القرش لرجل القرش الثانيه ده بنسميه الايه؟ الوتر. طيب وارتفاع القرش بتاعي بنسميه السهم. يبقى انا كده عندي مسافه من هنا لهنا ده الوتر، ومسافه من السنتر او من الليفل بتاع اول طوبه لغايه الارتفاع النهائي بتاعي ده بنسميه الايه؟ السهم. اخر طوبه عندي بنسميها المفتاح. ليه؟ لان هي ديت المفتاح بتاع القرش نفسه، هي دي اللي بتقفل لك القرش، من غير القرش مش هيكتمل، لان انت لو دي مش موجوده اي احمال مش هتنتقل لايه؟ لبقيه القرش بتاعه، ودي اللي بتوصل للجزئين مع بعض. تمام؟ فده بنسميه المفتاح بتاع العقد. النقطه الراسيه بتاعتها من فوق دي بنسميها تاج العقد. حد عنده مشكله في المسميات ديت؟ مسميات بقى غريبه لازم نحفظها بالمنظر ده. ليه صنجه؟ ما اعرفش يعني ايه صنجه. تمام؟ عشان الناس بتضحك بس. طيب عندنا منحنيين صح؟ في منحنى خارجي وفي منحنى داخلي. يبقى احنا زي ما قلنا عندنا منحنيين، منحنى خارجي وفي منحنى داخلي. بنسمي المنحنى الداخلي تكمله للضحك بقى منحنى التنفيخ. تمام؟ المنحنى الخارجي بنسميه منحنى التتويج. حد عنده مشكله في المسميات ديت؟ تحفظوه. الخارجي التتويج والداخلي منحنى التنفيخ. تمام؟ دي المسميات المطلوبه منكم. هجي لكم السؤال ازاي؟ ممكن يجيب لك الرسمه واسف ويقول لك بقى على كل عنصر انت تسمي الايه؟ الحاجه ديت. حد عنده مشكله كده؟ اعلى طوبه هناك هنا ديت دي بنسميها المفتاح. تمام؟ في اسئله تاني؟ طيب ده كده المكونات بتاعت القرش نفسه. طيب انواع القرشات بقى؟ هل كلهم نوع واحد؟ لا. بيبقى عندي اول حاجه قرش نصف دائري. تمام؟ النصف دائري بقى ده بيبقى شكله عامل ازاي؟ هو عباره عن نص دائري. طبعا هنا السبورتات موجوده بس انا مش هرسمها عشان ما تهمنيش دلوقتي. السنتر بتاعي يكون فين؟ السنتر بتاع نص الدايره صح؟ من السنتر بتاع نص الدايره ده انا هفتح نص القطر بتاعي. تمام؟ يبقى انت من هنا لهنا ده عباره عن ايه؟ نص القطر. واحنا عارفين المسافه من هنا لهنا دي اسمها ايه؟ الوتر.
طيب وعارفين المسافه من هنا لاعلى نقطه دي اسمها ايه؟ السهم. حد يعرف يطلع العلاقات؟ ليه؟ لان هو مش هيدي لك الحاجات دي كلها، مش هيقول لك ارسم لي عرض او عرش نصف دائري والسهم بيساوي كذا والنقد بيساوي كذا والوتر بيساوي كذا، لا هيدي لك حاجه منهم وانت ترسم بيها، وغالبا مش هيدي لك نص القطر اللي انت بترسم بيه لان ده مش من ضمن مكونات العقد، ده انت حاجه بتستخدمها عشان ترسم بيها القرش بتاعك. عندك مشكله؟ طيب اول علاقه ايه هي؟ اول علاقه ها السهم بيساوي نص القطر بيساوي الوتر، يبقى نق بيساوي السهم بيساوي الوتر على 2. حد عنده مشكله؟ طيب هل في علاقه تاني؟ ايه هي؟ هي تهمني في حاجه، هو هنا دلوقتي لو ادالك السهم او الوتر تعرف ترسم صح؟ فبالتالي هنا هيدي لك حاجه منهم، لازم يدي لك حاجه منهم. هو في العموم في اي سؤال يا اما يدي لك السهم لوحده او الوتر لوحده او يدي لك الاثنين مع بعض، هنعرف امتى يدي لك ده لوحده وامتى يدي لك الاثنين مع بعض. تمام كده؟ فانت هنا لو ادي لك السهم تعرف ترسم؟ اه تاخد السهم هو نص القطر وترسم بنص القطر بتاعك. لو ادي لك الوتر تقسمه على 2 وتستخدم نص القطر ده اللي انت ترسم بيه. حد عنده مشكله كده؟ طيب عقد تاني او شكل تاني هو عقد مخموس منخفض. احنا دلوقتي ده ارتفاعك، ارتفاعك قد ايه؟ نص القطر اللي انت بترسم بيه. طب انا عايز ازود الارتفاع ده شويه، هعمل ايه؟ عشان ازود الارتفاع ده قال لك تبعد السنتر شويه عن مكان السنتر بتاع نص الدايره. هتلاقيه بيدي لك ارتفاع اكبر. فانت هترسم حاجه اسمها قرش مخموس منخفض. تمام؟ القرش ده السنتر بتاعه فين؟ هل ده السنتر بتاعه؟ لا هنبعد مسافه من السنتر ده. حد عنده مشكله كده؟ قال لك المسافة من نهاية أو من رجل بتاعة القرش لغاية السنتر بتاعك ده بنسميها إيه؟ إكس. ليه إكس؟ عشان دي هتبقى النون أنت اللي هتحسبها. تمام؟ طيب الحاجات اللي إحنا عارفينها، يبقى ده السنتر بتاعك، أنت بترسم من السنتر ده بترسم القرش ده. تيجي ترتكز على السنتر التاني وترسم الجزء الباقي من القرش. أو بترسم الكيرف ده من خلال السنتر ده وترسم الكيرف التاني من خلال السنتر ده. ممكن الناس ما تضحكش؟ طيب احنا عشان نرسم القرش اللي فوق ده النص دائري عملنا ايه؟ وقفنا على السنتر صح؟ وعارفين نص القطر من خلال اللي هو ادانا السهم او الوتر، فتحت نص القطر بتاعي وعملت الايه؟ رسمت الكيرف بتاعي صح كده؟ انا قلت انا عايز ازود الارتفاع شويه، فهزود الارتفاع شويه الشكل هيختلف معايا، بدل ما هو نص دائري هيبقى مخموس منخفض. تمام؟ في المخموس المنخفض ده السنتر بيترحل شويه عن السنتر بتاع النص دائري، مش هيبقى عندي نص دائري اساسا، فبيترحل شويه، فبالتالي بيكون عندي اثنين سنتر مش سنتر واحد بس. ليه اثنين سنتر؟ واحد يرسم لي الكيرف للناحيه دي، واحد يرسم لي الكيرف للناحيه الثانيه. تمام؟ طيب فده هنا عندي تو سنتر. لو انا عشان ارسم الكيرف ده هقف على اي سنتر فيهم؟ هقف على ده ولا هقف على الثاني؟ هقف على الثاني وافتح نص القطر بتاعي وارسم الكيرف بتاعي، واروح واقف على السنتر الثاني وارسم الكيرف الثاني، يبقى انا كده كونت القرش بتاعي. عندي مشكله؟ يبقى انا دلوقتي نص القطر فين؟ من اول السنتر ده لغايه النقطه دي. او حد عايز يعكسها من اول السنتر ده لغايه النقطه دي، هي هي. فده كده نص القطر. هنا اكس وهنا اكس. طيب في ده هنا من النقطه دي للنقطه دي بنسميها ايه؟ الوتر. طيب حد يعرف يطلع علاقه بين نص القطر والوتر؟ يبقى نق او نص القطر بيساوي الوتر ناقص اكس. صح كده؟ دي اول علاقه ربطنا نص القطر بالوتر. هنا كنا ربطنا نص القطر بالسهم بالوتر. تمام؟ يبقى فاضل لنا نربط ايه؟ نص القطر بالسهم. طيب فين السهم عندي؟ ده السهم. طيب المسافه ديت انا عايز اربط ما بين السهم ونص القطر، اربطها ازاي؟ المسافه دي كلها ايه؟ نص الوتر صح كده؟ المسافه من هنا لهنا نص الوتر. يبقى المسافه دي قد ايه؟ نص الوتر ناقص اكس صح؟ يبقى انا عندي دي الوتر على 2 ناقص اكس، ده من هنا لهنا صح كده؟ وده هنا ايه؟ السهم. طب وده هنا بالنسبه لي ايه؟ ها؟ نص القطر. مش انا رسمت حطيت السنتر هنا عشان ارسم الكيرف ده، رسمت النقطه دي وصلت النقطه دي، وبالتالي ده هنا عندي نص القطر برضه. يبقى العلاقه بين النق او نص القطر والسهم هي ايه؟ قولوا بس قولوا. بيساوي السهم تربيع زائد الوتر ناقص اكس، الوتر على الاثنين ناقص اكس الكل تربيع. حد عنده مشكله كده؟
وبالتالي انا كده ربطت نص القطر مع الوتر ونص القطر مع السهم. طب هنا انا محتاج ايه بقى؟ لازم يديني الوتر ولازم يديني السهم. ليه؟ انا عندي مجهولين. لا ايه؟ اكس ونص القطر. الاثنين لازم يكون معايا معادلتين ما فيهمش اي مجاهيل ثاني. فهو لو اداني الوتر بس يبقى بالتالي بقى عندي ثلاث مجاهيل ومعايا معادلتين بس ما اقدرش احلهم. لو اداني السهم ما ادانيش الوتر نفس الكلام. فهنا لازم في المخموص المنخفض لازم يدي لك ايه؟ الوتر والسهم الاثنين مع بعض. تمام؟ نفس الكلام هيبقى في المخموص المرتفع لازم يدي لك الوتر والسهم. حد عنده مشكله كده؟ طيب عايز ازود الارتفاع عن كده شويه ثاني. فقال لك تعمل حاجه اسمها مخموص. طب بالتبعيه هنعمل ايه طيب عشان نزود الارتفاع ثاني؟ انا بعدت السنتر شويه اروح مبعد السنتر اكتر صح؟ فقال لك تروح واخد السنتر عند بدايه الوتر ونهايه الوتر. يبقى انت كده عندك لسه ستيل تو سنترز بس عند بدايه ونهايه الوتر. تمام؟ طيب عشان ترسم الكيرف ده هتقف فين؟ تقف هنا وترسم الكيرف ده يبقى من هنا لهنا ده اسمه ايه؟ نص القطر. طب من هنا لهنا احنا عارفين ده اسمه ايه؟ الوتر. يبقى دي اول علاقه ربطنا ما بين نص القطر والوتر. تمام؟ تاني علاقه هنجيبها ازاي؟ نفس المثلث اللي احنا اشتغلنا عليه هنا نشتغل على نفس المثلث الناحيه دي. ده هنا بيسميه ايه؟ السهم. من هنا لهنا ده اسمه ايه؟ الوتر على الاثنين. طب الخط الداش ده ايه؟ ده نقطة. يبقى انت تاني علاقه دي اول علاقه. تاني علاقه بتقول لك ايه؟ نص القطر سكوير بيساوي الوتر على الاثنين كل تربيع زائد السهم تربيع. حد عنده مشكله؟ تمام؟ طب هنا بقى لو ادالك الوتر بس لو ادالك الوتر تعرف تستخدم تجيب النق. طب لو ادالك السهم تروح شايل الوتر دي وتقول ان الوتر بيساوي نق يبقى انت كده عندك معادله في مجهول واحد تعرف تحلها. وبالتالي هنا برضو ممكن يديلك حاجه واحده منهم سواء الوتر او السهم. حد عنده مشكله كده؟ طيب عايز ازود الارتفاع عن كده اروح مبعد السنتر اكتر من كده فيخرج السنتر بره بمسافه اكس. المسافه اكس بناخدها منين لفين؟ من نهايه الوتر لغايه النقطه بتاعه السنتر عشان ما حدش يقول لي الاكس من هنا لهنا. الاكس ديت من نهايه الوتر. تمام كده؟ فدي عندي المسافه اكس. نفس الكلام الناحيه الثانيه. ماشي؟ طيب يبقى ده السنتر بتاعي اللي انا هرسم منه. السنتر ده بقف هنا وارسم الكيرف اللي هناك ده. يبقى من اول هنا لغايه هناك ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه نص القطر. من اول السنتر لغايه بدايه الكيرف، صح كده؟ طيب من اول هنا لغايه هنا. من هنا لهنا ده نص الوتر، صح؟ يبقى ده نص الوتر زائد اكس. طيب هل حد يعرف يطلع علاقه دلوقتي؟ من هنا لهنا ده كده انا اسف من هنا لهنا ده كده اسمه ايه؟ ده الوتر. ومن هنا لهنا ده نص القطر يبقى نص القطر بيساوي ايه؟ الوتر زائد اكس. يبقى دي اول علاقه. تاني علاقه برضو نفس هجيبها من نفس المثلث. اروح مقشر المثلث ده واشتغل عليه. من هنا لهنا ده اسمه ايه؟ الوتر على الاثنين زائد اكس اللي انا لسه كاتبها. ليه ليه؟ انا نص القطر من اول هنا لغايه هنا. اكس دي ما دخلتش معايا في اي حاجه. صح كده؟ من هنا لهنا ده اسمه الوتر زائد اكس ده نص القطر بتاعك. حد عنده مشكله تاني؟ طيب تاني علاقه هجيبها من المثلث ده. المثلث ده القاعده بتاعته بتساوي ايه؟ الوتر على الاثنين زائد اكس. وهنا ده السهم. وهنا ده الخط الداش ده نص القطر. يبقى انا عندي نص قطر تربيع بيساوي الوتر على الاثنين زائد اكس الكل تربيع زائد السهم تربيع. حد عنده مشكله؟ طيب لو حد لاحظ هنا الفرق ايه؟ ان بدل الوتر ناقص اكس هيبقى الوتر زائد اكس. نفس الكلام بدل الوتر على الاثنين ناقص اكس هو الوتر على الاثنين زائد اكس. تمام كده؟ هل حد عنده مشكلة لغاية دلوقتي؟ طيب آخر نوع هو عقد مرفوع.
العقد المرفوع ده هو نفس الانواع اللي فاتت، بس اختلاف ان انت بيكون عندك تو ليجز كده لغايه من اول هنا لغايه بدايه الارش بتاعك، يعني الكلام ده من اول هنا لغايه هنا ده بيبقى ارتفاع طول، فبنسميه عقد مرفوع. هتلاقي عقد مرفوع نصف دائري، عقد مرفوع مخموس منخفض، عقد مرفوع مخموس متساوي، ايا كان بقى. تمام كده؟ ده كده مش نوع جديد، هو نوع مستحدث من الانواع ديت. ده بيعمل ايه؟ انت عايز تزود عن كده، بدل ما تطول المسافه، انت ممكن انت مربوط بايه؟ بمسافه في الاتجاه الافقي، بس عايز تزود الارتفاع عن كده، فتعمل ايه؟ تبني بقيت طوب راسي وبعد كده تعمل الارش بتاعك. ايه؟ السهم برضو من اول هنا لغايه هنا، عشان تعرف تشتغل على نفس العلاقات اللي انت مستنتجها منها. طيب في تريكايه هنا، انت الحاجات ديت لو احنا قلنا هنا بالنسبه عشان يديلك، عشان تعرف ترسم النص دائري او تعرف ترسم المخموس المتساوي، يا اما يديلك السهم يا اما يديلك الوتر، صح؟ بالنسبه للمخموس المنخفض او المخموس المرتفع لازم يديلك الاثنين، الوتر والسهم، عشان تعرف تستنتج الايه؟ العلاقات بتاعتك. في حاجه ثالثه، هو ممكن ما يقولكش، ممكن يديلك او يقول لك ان هو مخموس بس ما يقولكش ان هو منخفض ولا مرتفع، ويديلك ايه؟ يديلك السهم والوتر. فانت بالتالي انت عندك ايه دلوقتي؟ انت مش عارف هو منخفض ولا مرتفع، بتعمل ايه؟ تفرض ان هو منخفض وتشوف الاكس بتاعته. طلعت تمام خلاص يبقى ده كده منخفض. ما طلعتش يبقى انت تروح تنقل الفرض بتاعه غلط وتروح تشتغل على ان هو عقد مخموس ايه؟ مرتفع. الكلام ده هياخد وقت ولا مش هياخد وقت؟ هياخد وقت. ففي طريقه ثانيه نعرف ان احنا نشتغل بيها حتى لو ما قالكش هو مخموس منخفض او مرتفع، تعرف تجيبها من خلال الرسم. تمام؟ هنقول عليها ايه دلوقتي؟ قبل ما امسح بس الجزء ده، انت فين الارك بتاعك؟ الجزء ده ارك صح؟ جزء من دايره، يعني ده كده دايره كامله. لو انا وصلت من نهايه السهم لنهايه الوتر، ده عباره عن ايه في الدايره؟ عباره عن وتر في الدايره. عشان اجيب السنتر اللي انا رسمت منه الوتر ده، او عشان اجيب السنتر بتاع الدايره ده، ممكن اعمل ايه؟ ها؟ من عمودي من النص، يبقى انا هنصف الخط ده ومن النص هروح راسم عمودي عليه. المفروض العمود عليه ده يوصلني للسنتر اللي انا هرسم منه الدايره. تمام كده؟ هو ده الحل بتاعك. يبقى هو اداني ايه؟ قال لي ان العقد بتاعك مخموس، واداني السهم والوتر. يبقى انا عشان اعرف ارسم هرسم ايه؟ ارسم الوتر بتاعي واطلع من نص ايه؟ السهم. صح كده؟ طيب ما قاليش هو مخموس منخفض ولا مرتفع. لو كان قال لي كنت دخلت في الحسابات وطلعت الاكس بتاعك، وبالتالي انا مش عارف السنتر بتاعي هنا ولا هنا ولا هنا ولا ايا كان بقى، حتى لو داخلي مش عارف هو داخلي هنا ولا هنا ولا هنا، فاعمل ايه؟ الكلام اللي احنا قلناه، انا عشان ارسم الارك ده برسمه منين؟ من السنتر بتاعي، هجيبها بالعكس. زي ما قلت لكم ده جزء من دايره، لو انا وصلت النقطه ديت بالنقطه ديت ده عباره عن وتر، وتر في الدايره، لو انا نصفت الوتر ده وجيت عمودي عليه من نصه، تمام؟ هيطلع لي ايه؟ طلع لي السنتر، طب السنتر ده هنا ولا فين؟ على نفس الليفل بتاع الوتر. يبقى انت تقاطع الوتر مع الخط العمودي على الوتر ده هيدي لك الايه؟ السنتر اللي انت هترسم منه. تمام؟ ايا كان بقى متساوي منخفض مرتفع، هو السنتر ده اللي انت هتبدا ترسم منه. عندنا مشكله في الحته ديت؟ تمام؟ غالبا الحته دي ممكن تجي لك في الميد تيرم. ليه؟ لان انت هتخش بقى في حسابات هتطول معاك، بدل ما تطول انت من خلال الرسم تعرف تطلعها على طول. تمام؟ نقولها تاني. في السؤال قال لك ان العقد بتاعك مخموس، ما قالكش نوعه ايه؟ منخفض ولا متساوي ولا مرتفع؟ وادالك السهم والوتر، احنا اتفقنا لازم في المخموس يديلك الايه؟ السهم والوتر الاثنين مع بعض، سواء منخفض او مرتفع. فانت عشان تعرف ترسم، انت ترسم اللي هو اديهولك، الوتر وايه تاني؟ والسهم، صح؟ انت لو انت وصلت النقطه ديت بالنقطه ديت هي عباره عن وتر في الدايره اللي انت بترسم منها الارك بتاعك. فانا هوصل النقطه دي بالنقطه دي. ماشي؟ طب الوتر عشان اجيب السنتر اللي هو جزء من الدايره بتاعته اعمل ايه؟ قال لك تيجي تنصفه لجزئين، تمام؟ وتيجي عمودي عليه. طيب السنتر بقى فين بقى على الخط ده؟ قال لك تقاطع الخط ده مع تقاطع الليفل بتاع الوتر، ليه؟ انت نهايه الوتر بتاعك هنا. لو الخط بتاعك طلع هنا هتعمل ايه؟ تروح مادد الخط بتاعك هو ده السنتر. نفس الكلام من الناحيه الثانيه، او تقيس المسافه اكس وتروح حاططها الناحيه الثانيه. عندنا مشكله؟ تمام؟ قال لك بيكون عندي انواع لوحدات البناء اللي انا بشتغل بيها، يا اما وحده غشيمه يا اما وحده منحوته. ايه الفرق ما بينهم بقى؟
قال لك الوحده الغشيمه الوحده اللي احنا متعودين نشوفها على طول، اللي هي الطوب اللي احنا متعودين نشوفه على طول. بيبقى ايه الطوب اللي احنا بنشوفه على طول ده شكله عامل ازاي؟ متوازي المستطيلات، صح كده؟ متوازي المستطيلات من خواصه ايه؟ ان كل ابعاده متوازي، الابعاد الطول ده موازي للطول ده، الارتفاع ده موازي للارتفاع ده، وهكذا، تمام؟ طب الوحده المنحوته بقى ايه اللي هيختلف؟ من اسمها ان هي منحوته، يعني حصل فيها ايه؟ نحت. بدل ما كان عندي الارتفاع نفس الارتفاع، لا ممكن يكون ايه؟ اغير الارتفاع ده عن الارتفاع الثاني. ده هنشوف هنستفاد منه ازاي واحنا شغالين. تمام؟ بس الفرق ما بينهم انت تعرف ترسم ازاي. يبقى انا لو معايا الطوبه دي غشيمه ورسمت خط منها، عشان ارسم الخط الثاني اعمل ايه؟ اول حاجه اطلع عمودي على الخط ده، صح؟ بالمسافه بتاعت الارتفاع بتاعت الطوبه، وبعد كده ارسم موازي. طب هي عشان انا بقول كده ليه؟ لو هي مايله هعمل ايه؟ ارسم لها موازي. او اطلع عمودي من النقطه ديت، تمام؟ ودي وليكن كان طولها 25 سم، يبقى انا همشي 25 سم موازيه ليها، وبعد كده انزل بالارتفاع الثاني. تمام كده؟ طيب بالنسبه للابعاد بقى بيديها لك ازاي؟ لو هي طوبه غشيمه مثلا بيقول لك 25 في 12 في 6، ال 25 ده الطول وال 12 العرض وال 6 هي الارتفاع. طب بالنسبه للوحدات المنحوته هيقول لك الابعاد بتاعتها ازاي؟ قال لك هيقول لك نفس الكلام 40 في 20 في 20 مثلا. طب ال 40 عارفينها، ال 40 ده اللي هو الايه؟ الطول، وال 20 الثانيه العرض، طب وال 20 الثالثه الارتفاع، عن ارتفاع بقى فيهم؟ اشمعنى؟ ليه مش الصغير؟ لا، فاحنا هناخد الارتفاع الاول اللي هو هيدولك ده الارتفاع الصغير، ماشي؟ ده اتفاق ما بين الارتفاع اللي هيدولك ده الارتفاع الصغير. الارتفاع الثاني ده ما بنحسبهوش. المفروض انا لما اجي اورد الطوب بكون عارف الابعاد بتاعتي، او لما اجي اشيل الطوب بكون عارف الابعاد بتاعتي، تمام؟ لكن هنا احنا بالنسبه لنا لما نيجي نرسم هناخد ال 20 هي المسافه او الارتفاع الصغير. ليه؟ هقول لك هنجيبه ازاي واحنا بنرسم. لا هقول لك هنجيبه ازاي واحنا بنرسم، هيجي من الرسم نفسه، عشان كده قلت لكم انتوا مش هتحتاجوا ان انتوا تحسبوه او تجيبوه ازاي، من الرسم هيوضح. طيب هيختلف ازاي او هيوضح ازاي في طريقه الرسم بتاعته؟ من السنتر. متخيل ده جزء القرش بتاعنا، لو انا هبتدي اشتغل على وحده غشيمه. انا ده متخيل ان ده نصف دائري، ماشي؟ السنتر بتاعه وليكن هنا. هعمل ايه؟ هرسم اول طوبه، صح؟ اول طوبه ديت اروح مرتكز على اول نقطه واوصلها بالسنتر، تمام؟ وارسم الطوبه بتاعتي. عشان اكمل بقيه الطوبه اعمل ايه؟ هطلع الارتفاع بتاعي عمودي على الخط ده، صح؟ بالارتفاع ايا كان ارتفاع الطوبه ايه؟ وبعد كده اخد موازي، موازي بايه؟ بنفس طول الطوبه، تمام؟ طيب بعد كده اروح اقفل الطوبه بتاعتي. اول طوبه سهله ما فيهاش مشكله، هنيجي في تاني طوبه، تاني طوبه عشان ترسمها هتعمل ايه؟ تروح موصل النقطه ديت بالسنتر بتاعك، تمام؟ وبعد كده على نفس الامتداد بتاع الخط ده تبدا اول خط بتاعك في الطوبه، ماشي؟ بعد كده تعمل ايه في الخط ده؟ تطلع منه عمودي بارتفاع الطوبه بتاعتك، وبعد كده موازي بالطول بتاعك، وبعد كده تنزل عمودي عليه. طيب هنا دلوقتي ما بين الطوبه دي وما بين الطوبه دي في ايه؟ في فراغ. الفراغ ده بعمل فيه ايه؟ الفراغ بيكون موجود في الطبيعه فراغ، بملاه ايه؟ بملاه مونه. طب كميه المونه اللي انا مستخدمها هنا دي كبيره كتيره ولا قليله؟ كتيره جدا، تمام؟ فده ميزه الطوبه المنحوته عن الطوبه الايه؟ الغشيمه. ان انا في الطوبه المنحوته مش هحتاج ان انا كميه المونه اللي انا مستخدمها هنا، امال استخدم قد ايه؟ عشان اربط ما بين الطوبه والطوبه هو السمك 1 سم اللي احنا بنشتغل بيه. تمام؟ طبعا انت تكلفه الطوبه المنحوته بتبقى بالتبعيه اغلى من تكلفه الطوبه الغشيمه. على حسب الطوبه، لو هو 25 في 12 في 6 يبقى ارتفاع الطوبه قد ايه؟ يبقى 6. تمام؟ احنا بناخد في الاتجاه الاشعاعي ده بنسميه الاتجاه الايه؟ الاشعاعي، ده كله كده الاتجاه الاشعاعي. ليه انا بقول اللفظ ده؟ لان اللفظ ده بيتقال في المتر، فلما يجي يقول لك الاتجاه الاشعاعي يبقى انت عارف ان ده الاتجاه الاشعاعي بتاع الارك بتاعك. بناخد الطول بتاع الطوبه في الاتجاه الاشعاعي، العرض بيبقى داخل لجوه وبيبان معايا الارتفاع، يبقى انا بيبان معايا في الرسمه الايه؟ الطول وارتفاع الطوب. حد عنده مشكله كده؟
اكمل بقى بقيه الرسم ازاي؟ نفس الكلام، اروح واقف عند النقطه دي واوصل بالسنتر وارسم 25 سم بتاعتي مثلا واطلع عمودي عليها، وبعد كده موازي 25 سم واروح قافل الطوبه بتاعتي. شايفين ان انا بحاول ان انا ابين ان انا الطوب بتاعي خرج بره الخط اللي انا كنت عامله في الاول، ليه؟ عشان دي طوبه غشيم. يعني انت ملتزم ان انت يكون متوازي او موازي وعمودي على الخط بتاعك انت، مش خط بتاع الارك نفسه. هيبان وانت بترسمه ان هو هيخرج بره الاطار بتاع الارك اللي انت كنت عامله في الاول. عشان كده لما تيجي ترسم طوبه غشيمه، لو انت عملت الجايد لاينز ديت تعملها خفيف جدا، عشان في الاخر مش هيبقى ليها لازمه. طب هل هو في الاخر مش هيبقى ارك؟ لا، هو في الاخر هيكون ارك مع نفسه تاني. تمام كده؟ هو في الاخر هيكون ارك تاني مع نفسه. تطلع بره حدود الارك اللي انا كنت عامله في الاول. عشان كده بقول انتوا تعملوه خفيف في الاول. تمام؟ طب انا رسمت الارك ازاي؟ انا عارف نص القطر بتاعي، ففتحت من اول السنتر ونص القطر بتاعي رسمت اول كيرف. طب الكيرف التاني هرسمه ازاي؟ نص القطر زائد طول الطوبه. تمام؟ اروح راسم الارك التاني. فانا على طول عشان ارسم الخطين دول خفاف الاول، عشان بعد كده هيتمسحوا، او مش هيتمسحوا هيبقوا متسابين بس يكونوا هم خفاف. تمام؟ ماشي ماشي، ممكن. يعني ايه بقى جنزير اللي الباشمهندس قالت عليه ده؟ بالظبط، انا الصف كامل كده، الصف بتاع الارك كامل ده بنسميه جنزير. هو لو قال لك ارسم لي اتنين جنزير، يبقى انت هترسم تو ارشز ورا بعض. تمام؟ بالمنظر ده كده، ده كده على بعضه من اول هنا لغايه هنا، ده بنسميه ايه؟ جنزير. فلو قال لي ارسم لي ارك تو اتنين جنزير، اعمل ايه؟ ارسم واحد تاني زيه. طبعا في الرسم بتختلف. ليه بتختلف؟ لو طوبه غشيمه هتبقى، سواء طوبه غشيمه او طوبه ايه منحوته، بس طوبه غشيمه هتبقى اصعب بكتير. انت رسمت الطوبه دي من هنا صح؟ بعد كده من النقطه دي وصلت للسنتر. انت لما تيجي ترسم الطوبه دي هتبقى بتوصل من الطوبه دي، من السنتر ده، من النقطه دي للسنتر ده، وبالتالي خط تاني مختلف عن الخط الاولاني. هي بتبقى رخمه. غالبا في الامتحان عمره يعني مش شايف ان هو يطلبها، يعني تضيع وقت على الفاضي. نيجي لطريقه الرسم بتاع الطوب المنحوت، برضه هشتغل على قرش نصف دائري. السنتر بتاعه وليكن كان هنا. في الطوبه المنحوته عامل ايه؟ ده اول خط بتاعي. وبعد كده هطلع الارتفاع بتاع الطوبه اللي احنا اتفقنا عليه وليكن كان هنا 20 سم، يبقى انا هطلع بالبرجل بتاعي او هطلع الارتفاع بتاعي قد ايه؟ 20 سم. بعد كده اوصل من السنتر ده او من النقطه دي للسنتر، وبعد كده اطلع على امتدادها دي كده كلها على بعضها هنا كده، دي الطوبه بتاعتي. سهله صح؟ بعد كده اعمل ايه؟ اطلع على الكيرف نفسه مسافه 20 سم. وبعد كده اروح موصل النقطه دي بالسنتر وعلى امتدادها اطلع الطوبه. وبعد كده 20 سم على الكيرف نفسه. اروح موصل وعلى امتدادها ارسم الطوب، وبالتالي الطوبه المنحوته في الرسم اسهل بكتير جدا. طيب المونه دلوقتي هل في فراغات؟ لا، بس لازم استخدم مونه عشان اربط الوحدات مع بعضها. عندنا مشكله كده؟ لا، ما بسيبش فراغ، سواء في الاربطه او هنا ما بسيبش فراغ خالص. بعتبر الخط ده هو المونه بتاعتي. اولا انت لو عملت كده هتضيع وقت كتير جدا عشان ترسم الخطين، وعشان تجيب بقى ال 1 سم بالسكيل حاجه رخمه جدا. تمام؟ فبلاش نعمل. طيب عشان اسهل بقى، بدل ما كل شويه اطلع الارتفاع بتاعي وارسم الخط، بعمل ايه؟ بصدق بيكون معايا برجل، افتح الارتفاع بتاعي بالقيمه بتاعتي ديت من خلال السكيل، وبعد كده اعلم. يبقى انا فتحت البرجل علمت النقطه دي، واروح واقف على النقطه دي واعلم النقطه اللي بعدها، وبعد كده النقطه اللي بعدها، وهكذا بعلم النقط كلها، وبعد كده برسم كلها مره واحده. عشان كده بقول لكم في الاغلب الطوب، او مش في الاغلب، الصح او الاكيد ان انت في الطوب المنحوت بيكون عندك الرسم اسهل بكتير جدا من الطوب الغشيم. حد عنده مشكله؟